أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج ساحة التحرير. أهلا بكل متابعينا ومشاهدي قناة دبليو تي في. مثل ما عودناكم في برنامج ساحة التحرير وهذه المنصة المفتوحة للجميع، دائما ننظر في المناشدات والمطالبات اللي تأتينا، ودائما وقفتنا وقفة واحدة مع كل طالب لحقه. اليوم محتاجين أنه نقف مع أنفسنا شوية، يعني ننظر لنفسنا نظرة بسيطة، مثل ما تعودنا أنه إحنا دائما نطالب بحقوق الآخرين. اليوم إحنا شوية جينا على يعني عليكم شوية حتى نأخذ حقوقنا إحنا كإعلاميين. اليوم مثل ما نعرف ويعرف كل زملائنا الإعلاميين، خريجين كلية الإعلام خرجوا بوقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم اللي هي أبسطها هي موضوع التعيين. شاهدنا بالفترات الماضية وبالأيام الماضية هناك مجموعة من الشباب أطلقوا هاشتاكات، ويعني من أهم الهاشتاكات كان هو هاشتاك أنا خريج إعلام أريد حقي، أو الهاشتاك الآخر يقول أنا خريج أريد أتعين، وغيرها من الهاشتاكات اللي بيها مضامين ومطالب هي مشروعة للجميع. لكن اليوم احنا نشوف أغلبية الوقفات والتظاهرات تصير بها تخصصية، مثل ما شفنا قبلها كانت وقفة احتجاجية لأصحاب الشهادات العليا، وقبلها أصحاب الأجور اليومية، وأيضا المحاضرين المجانيين وغيرها وغيرها من الاختصاصات. اليوم كان وقفة لأصحاب الشهادات الخاصة بكلية الإعلام وخريجين كلية الإعلام، مو بس سنة 2019، لا بل عندنا خريجين من سنوات عديدة، 10 سنوات و15 سنة خريجين كلية الإعلام، لكن لحد الآن ما تعينوا في دوائر الدولة، بقوا صامدين في القطاع الخاص، في المحطات الفضائية، في الصحف والمواقع الإلكترونية. كل هذا بسبب أنه ما توفرت لهم فرصة أنه يكونون على الملاك الدولة. يعني إحنا كإعلاميين بالتأكيد نحب مهنتنا ونحب شغلنا، لكن حتى في موضوع التعيين يعني نحب أنه نتعين في ضمن اختصاصنا. يعني اليوم مطلوب من نقابة الصحفيين أنه يكون المنتسب إلى نقابة الصحفيين هو حصرا من خريجي كلية الإعلام. يعني نريد نتساوى أسوة بالنقابات الأخرى اللي مثلا على سبيل المثال نقابة المحامين عفوا، نقابة الأطباء وغيرها من النقابات اللي هي تعطي هويات لأصحاب الاختصاص الخريجين في هذه المهن. يعني ما معقول مثلا خريج كلية الطب يروح مثلا ياخذ هوية من نقابة المحامين على سبيل المثال. يعني هذا راح يكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم. بالتأكيد نستقبل كل اتصالاتكم ومشاركاتكم وطرح أسئلتكم على ضيفنا اللي راح يكون معنا. راح يكون معنا السيد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين، ضيف معنا عبر الهاتف. إذا موجود معنا شبابنا، الاتصال جاهز؟ نعم. قبل الاتصال خلينا طبعا مراسلنا كرار الزيادي مشكور، ذهب إلى ساحة التظاهر وسوانا هذا الاستطلاع وهذا التقرير. خلينا نروح نشوفه ونشوف شبابنا هناك الحلوين شنو قالوا وشنو مطالبهم ونرجع. خريجي كلية الإعلام لديهم حق وحق مشروع، وعلى الجهات المعنية الاستجابة، وأيضا أن يكون هنالك تفاعل مع الطلاب ومع المتظاهرين بأسرع وقت ممكن من أجل احتواء هذه الشريحة ووضعها في المكان الصحيح والمناسب في دوائر ومؤسسات الدولة. نريد يعني حل لأزمة الخريجين الإعلام والقضاء على تهميشهم وإقصائهم من المؤسسات الإعلامية والوزارات، ونناشد دولة رئيس الوزراء بإيجاد حل مناسب لهم. احنا اليوم خريجين، شنو ذنبه؟ لا تعيين، لا شغل، لا عمل. يجيك واحد مع احترامات السائق التاكسي بهوية ب50,000 يطلعها يروح يشتغل بالإعلام؟ ما صايرة عنا. هاي شوف دول العالم، وزيرة الخارجية، وزيرة الإعلام اللبنانية يوم وين استقالت؟ دول الإعلام كلها عندها وزير، احنا هنا عندنا نقابة، فهذا الشيء غلط، ونتمنى تعديل القانون بالدستور العراقي وإدراج مادة التربية الإعلامية. نعم مشاهدينا، يعني مثل ما شفتوا كانت أبرز المطالبات أنه موضوع التعيين. يعني طلابنا اليوم
أو خريجينا خريجي الاختصاص في كليات الإعلام بقسميها أو هي ثلاثة أقسام، صحافة وأيضا الإذاعة والتلفزيون وأيضا العلاقات العامة، ماكو ما أعتقد اليوم دائرة أو مؤسسة أو حتى شركات أهلية ما تحتاج إلى قسم الإعلام فيها، حتى في صالونات الحلاق، حتى في مراكز التجميل، في كل مكان موجود قسم العلاقات العامة اللي هي قسم الإعلام عفوا. فبالتأكيد يعني اليوم من أصحاب هذه المؤسسات والدوائر والوزارات يعني من تجي تختار شخص لازم يكون يعني مختص صاحب شهادة في هذا المجال، مو أجيب أشخاص ما لهم علاقة بالموضوع وعينهم حسب صلة القرابة وحسب الصداقة وحسب الواسطات. فإحنا اليوم نريد أنه تنظرون بنظرة جدية بهذا الموضوع. يعني بالتأكيد وصلتنا أبرز المطالب اللي يعني اتفقوا عليها مجموعة من الإعلاميين وأيضا خريجين الإعلام وحتى من زملائنا اللي يعملون في الفضائيات. من ضمن هذه المطالب الأساسية، أولا إجراء انتخابات لاختيار نقيب جديد للنقابة، اثنين ومن ضمنها يحق لخريجي أقسام وكليات الإعلام المشاركة بهذه الانتخابات، اثنين حصر هوية نقابة الصحفيين لخريجي الإعلام فقط للتمييز أسوة بباقي النقابات الأخرى العاملة في العراق مع مراجعة الهويات الممنوحة سابقا. يعني نحن نحكي بهذا الموضوع بالتأكيد مع سيد النقيب. ثالثا حصر الدرجات الوظيفية لأقسام الإعلام في المؤسسات الحكومية لأصحاب التخصص الإعلامي، هذا اللي تحدثنا به قبل قليل. أربعة استحداث أقسام جديدة داخل الكليات للإعلام المتخصص تستوعب خريجي الشهادات العليا على سبيل المثال، قسم الإعلام الرياضي وقسم الإعلام السياسي وأيضا قسم الإعلام السياحي وقسم الإعلام الصحي. خامسا دراسة مقترح استحداث مادة التربية الإعلامية كمنهاج دراسي للمرحلة المتوسطة والإعدادية، مناقشة مشتركة للجنة التعليم النيابية. وأيضا سادسا قبول خريجي الإعلام بدورات الضباط على وزارة الداخلية وهاشتاك أني خريج إعلام أريد حقي. هاي من قبل طبعا اتفقوا على هذه المطالب طبعا الخريجين وأيضا أخواننا الإعلاميين. أيضا هناك مناشدات من قبل الزملاء. من وين بالله هذه المناشدة؟ من الأخ الإعلامي أحمد عصام يقول: بعد السلام يا حكومتنا العراقية ونقابتنا المعنية بالصحفيين والإعلاميين. أولا الكارت المسمى بهوية النقابة لن يجعلنا نتهاون عن مطالبنا وحقوقنا ومطالباتنا بالتعيين باختصاصنا في دوائر الدولة ووزاراتنا أجمع. ثانيا كفى ضحكا واستهانة بمشاعر وأعصاب خريجي كليات الإعلام والعمل على تخدير أعصابهم بكتب لا معنى لها للحفاظ على مناصبكم والحصول على كافة الامتيازات وقطع الأراضي والمخصصات والمنح وتقاسمها بينكم. قطع الأراضي في ميسان وبغداد تشهد. وأيضا أهم قرار عند أغلب خريجي كليات الإعلام هو الحصول على تعيين وليست هوية يضعها في محفظته فقط وإنما على وظيفة تليق به وبشهادته في جميع وزارات ومؤسسات الدولة. يعني جبناها على موضوع الهوية، يعني إحنا اليوم أغلبيتنا يمتلك هوية نقابة الصحفيين، لكن في هذه الفترة فترة الحظر والاستثناءات في من حظر التجوال جربت مرة من المرات أنه أقدم هوية الصحفيين إلى أحد السيطرات لكن ما اعترف بها، قال لي أنا أريد هوية العمل ما محتاج أني هوية نقابة الصحفيين، فبرزت له هوية القناة. فيعني أريد أفتهم يعني اليوم من يعني صدر هذا القرار أنه يحق لخريجي كلية الإعلام ينتسبون للنقابة وتصدر لهم هويات، وما بعد ذلك شنو؟ يعني نريد هاي الأسئلة الإجابة عليها من قبل المختصين، وننتظر الاتصال بالسيد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين للإجابة على أسئلة زملائنا وأخواننا وأسئلتنا أيضا، لأن آن الأوان أنه أيضا نحن نطالب بحقوقنا في هذا البلد. يعني كل خريج اليوم ما حصل على الشهادة بسهولة،
تعرفون يعني أوضاع البلد وتعرفون الظروف اللي مرينا بها جميعا وخاصة الظروف الحالية. كليتنا شفنا مأساة الحروب ومأساة يعني كل أنواع المأساة اللي مر بها البلاد، وإحنا ظلينا زملائنا أيضا مصرين على أنه يكملون مشوارهم الدراسي. نعم نعم نعم، احنا ما زلنا يعني بانتظار انه يتامل الاتصال مع السيد مؤيد اللامي، لكن لبين ما يتامل الاتصال خلي نشوف بعض المناشدات اللي وصلتني من زملائي. هنا عندنا بنوته تقول: اني لما دخلت كليه الاعلام كانت رغبتي وحلمي بان اتخرج من جامعه بغداد وامارس مهنتي اللي احبها اللي هي الاعلام. وبوقتها بالتحديد قبل 8 سنوات كان التقديم مباشر، تركت القبول المركزي وكانت فرحتي كبيرة جدا عند قبولي في كلية الإعلام. والسبب الآخر بانضمامي لهذا القسم هو ضمان حقي في التعيين على أساس أنه قسم الإعلام موجود بكل وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية، لكن للأسف كان الرد لا يوجد شواغر لا في القنوات ولا في المؤسسات الإعلامية بنفس الوقت. نشوف أشخاص ما يمتلكون شهادة إعدادية أو حتى متوسطة ويشتغلون بأرقى القنوات، ليش؟ لأن الواسطة موجودة. لم تسأل عن هالشيء يكون جوابهم لما تقول يعني لما نسأل عن هالشيء يكون جوابهم الإعلام هواية ويقدر حتى اللي ما دارس يمارسها. أوكي وياكم، بس اللي درس وتعب شنو مصيره؟ وإذا الإعلام هواية كان ماكو داعي يأسسون كلية وأقسام ودراسة 4 سنوات. طيب هسا احنا ما نريد نشتغل بقنوات، على الأقل نريد نتعين بالدوائر الحكومية. أنا خريجة أريد حقي. نعم ويانا اتصال. ألو ألو، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. تحياتي لك نورة وتحياتي لهذا البرنامج والقناة المحترمة اللي سلطت الضوء على قضيتنا اللي تتناساها الحكومة. يا أهلا وسهلا بيك، من وياي بالبداية؟ أنا زينب الخفاجي من بغداد. يا أهلا وسهلا زينب. خرجت كلية الإعلام جامعة بغداد، العام تخرجت. نعم. وصار لي سنة أبحث عن عمل بالمؤسسات الإعلامية. نعم. قصدك يعني قنوات العمل بالمؤسسات الإعلامية. شو يقولوا ليش ما تروحين؟ واحد يكون صاحب خبرة. زين إذا أنا هسه ولي خريجة وصار لي سنة متخرجة، منين أجيب هذه الخبرة؟ زين يعني ترى اكو تناقض بالموضوع، شنو أصحاب خبرة وشنو الجماعة اللي تعرفينهم هم اللي دا يشتغلون شهادة متوسطة يعني معكم؟ هذه وحدة من معاناتنا، إنه مش نقدم أنا وزميلاتي وزملائي الشباب أو البنات، إنه أنت لازم تكون صاحب خبرة وداخل دورات، لا احنا شنو كنا نسوي 4 سنين بالكلية؟ إذا هم يطلبون من عندنا إنه ندخل دورات إعلامية، هذه وحدة. الثانية نقابة الصحفيين تتناسى وجودنا، مو تنسى، لا تتعمد إنه تتناسى وجود خريجين كلية الإعلام اللي هم لهم الأحقية بالعمل بالمجالات الصحفية كافة المقروءة والمسموعة والمتلفزة. نعم. راح نروح بسؤالك أخت زينب إلى السيد نقيب الصحفي أستاذ مؤيد اللامي. مرحبا بك. ألو ألو، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ، نورتنا بالتأكيد، وعندنا مجموعة من الأسئلة من زملائنا وأخواتنا خريجي كلية الإعلام، من ضمنهم كانت المتصلة زينب تقول أني متخرجة وصار لي تقريبا سنة أقدم على القنوات الفضائية لكن يشترطون علي الخبرة، يعني شنو الحل لهذا الأخت؟ نعم يعني هي الخبرة المقصود بها يعني هي متخرجة إذا عندها إمكانيات إعلامية وصحفية باختصاصها بالتأكيد راح يقبلوها، إذا ما عندها خبرة لأنه في بعض الكليات للأسف ليس هناك تطبيق عملي فعلي. أعتقد من الأفضل أن تدخل دورة، يعني وإحنا راح نفتح دورات أيضا بالمناسبة إذا في بغداد ممكن تدخل يعني داخل النقابة أستاذ مؤيد؟ شبكة الإعلام، شبكة الإعلام الدورات راح تكون داخل النقابة؟ لا انت راح نسوي معهد خاص بهم، وايضا الان شبكه الاعلام العراقي عندها معهد ممكن معهد التدريب والتطوير الاعلامي. نعم طيب هذا المعهد اللي خاص بالشبكه يعني يقدرون الطلاب خريجين كليه الاعلام ام فقط الاعلاميين اللي يمتهنون المهنه حاليا؟ لا
ثلاثة خريجي كلية الإعلام والإعلاميين الآخرين يعني الجميع. طيب يعني بالنسبة للقرارات اللي يعني صدرت من حضراتكم، يعني ما بعد هذا الهاشتاج اللي قاموا به مجموعة من خريجي كلية الإعلام اللي هي بخصوص أنه إصدار هوية لكل خريج كلية إعلام، يعني برأيك ما يتعارض هذا الموضوع مع ما موجود في الساحة الآن؟ شلون؟ يعني هذا الموضوع اللي يعني الشباب حاليا ده يقولون احنا مو موضوعنا الهوية، موضوعنا احنا نريد نتعين. نتعين هاي من الدولة، يعني احنا تعرفون ما عندنا يعني سلطة على الدولة ولا على الوزارات، المفروض الوزارات تعين بأقسام الإعلام أو المكاتب الإعلامية التابعة لها خريجي كلية الإعلام حتى يخدموها ويفيدوها، واحنا على استعداد لتدريبهم مجانا إذا عينتهم الدولة في الوزارات. طيب بالنسبة لهذا، بالنسبة للوزارات، نرجع إلى موضوع القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية وحتى الصحف والمواقع الإلكترونية اللي ده تشترط على البعض، يعني طبعا بالتأكيد على البعض اللي ما عندهم علاقات، أنه لازم يكون عنده سنوات خبرة من العمل. طيب اللي ما عنده خبرة واستوى خبرة فقط يعني يكون بروفيشنال تعيينه، يعني هو أي واحد عنده إمكانية وجيد الخبرة هي إمكانية، يعني أكو ناس موهوبين ومبدعين وأكو ناس أكفاء أكيد يتعينون، بس المشكلة المؤسسات الإعلامية الآن قنوات تلفزيونية الإذاعية الصحف الوكالات تمر بضائقة اقتصادية مو طبيعية، حتى بعض المؤسسات حسب علمي ما جاي تنطر رواتب المنتش بيها منذ أشهر. نعم، طيب يعني بخصوص هذا الموضوع النقابة الصحفيين شنو موقفها تجاه بعض القنوات اللي دا تأخر أو ما تعطي رواتب للموظفين اللي هو قسم عندهم هم تابعين لي أو أعضاء في نقابة الصحفيين؟ يعني احنا طالبنا الزملاء اللي عندهم مشاكل مادية من النوع اتصلنا برؤساء القنوات، بعض رؤساء القنوات جاوبوا، بعض رؤساء القنوات طالبوا ليش يعني نعطيهم فرصه من الوقت، في حاله يعني عدم اعطاء رواتب الزملاء بالتاكيد راح نجعل زملائنا يعني يلتجئون للقضاء ويكون معهم. طيب بالنسبه لاعضاء النقابه، نقابه الصحفيين نفسهم، يعني لماذا النقابه ما تشترط على الاعضاء نفسهم انه يكونون خريجين كليه اعلام تحديدا، يعني مثل ما موجود في النقابات الاخرى؟ لا هذه النقابات تختلف، يعني الان نقابه الصحفيين ونقابه الفنانين واتحاد الادباء لا تعتمد فقط على الشهاده، يعني نعم الشهاده او الممارسه، لانه لو اخذنا بعض الاسماء لوجدناهم من كبار الصحافه رجال الصحافه والثقافه، على سبيل المثال الجواهر ليس هو خريج كليه اعلام، محمد حسين هيكل، توماس فريدمان، يعني كتاب كبار وصحفيين كبار لكنهم ليسوا خريجوا لم يتخرجوا من كليات الاعلام وهم عندهم مهن ابداعيه، لكن يتخرج من عنده ابداع ويتخرج من كليه الاعلام بالتاكيد هذا افضل لانه يحمل افكار جديده لكن التطور الاعلامي الجديد. استاذ مؤيد، لكن يعني حسب ما سمعنا من زملائنا، يعني اليوم النقابه متهمه باعطاء هويات لنقابه الصحفيين على خلفيه واسطات من شخصيات سياسيه، وهذه الشخصيات هي ما يعني ما تستاهل انها تكون لها هاي الهويات، خصوصا لغير خريجي كليه اعلام، هناك اختبار، هناك ملاك، هناك اعتماد، هناك شهاده على الاقل تكون اعداديه. استاذ مؤيد، هناك بعض الشخصيات تمتلك حتى هويات خاصه بالقنوات وتمشي بها بالشارع وهم ما لهم علاقه بالاعلام، ربما هويات مؤسسات صحف تلفزيونات. طيب هذا الحال من يراقبه؟ نعم، هذا الوضع من يراقبه؟ اليوم من هب ودب يمتلك هويه مؤسسه وهويه الاجهزه الامنيه، احنا هويه نقابه الصحفيين واضحه ولا تقبل التزوير. طيب بالنسبه لمبلغ ال 250 الف دينار هي مبلغ اصدار الهويه، هل هذا المبلغ صحيح؟ نقابه المحامين تاخذ عن هويه الاصدار الاول 750 الف، نحن خفضنا الذين يجددون هويتهم متمرنة او مشاركه في 50 الف ونجعل لهم تخفيض، اما العضويه العامله فالمرتب هو لكن استاذ مؤيد يعني نقابه المحامين اللي ضربت بها مثل فقط نعم. الاشتراك وقبول الهويه الاصدار الجديد كان يعني رقم 250 بس خفضناه الى 50% والبعض خفضناهم الى 75%. طيب اذا هو خريج ما عنده حتى كروه يجي بها للنقابه، من يجيب هذا المبلغ؟ وش قد المبلغ؟ يعني 50 الف اذا يشتغل مؤسسه اعلاميه سنويا ما يقدر يجيب 50 الف؟ طيب بالنسبه لنقابه المحامين اللي ضربت بها مثل، نقابه المحامين عندها معطي امتيازات للي ما نفس الشيء، ماكو امتياز، بالعكس نقابه الصحفيين موجوده امتيازات استاذ مؤيد، نقابات
اللي الزواج السادة بمبلغ الزواج. الحكومة الجوية العراقية كانت تعطي منحة كانت من الدولة 1,000,000 دينار لكل صحفي ولكل ولكل فنان، هذه واضحة يعني. طيب الآن وين المنحة؟ 2014 لحد الآن ما مستلمين منح. 2015 في زمن حكومة الدكتور العباد توقفت بسبب الضائقة المالية، وقفت ليس فقط على الصحفيين وإنما على الفنانين والأدباء. طيب بالنسبة لموضوع قطاع الأراضي للصحفيين، يعني 2010 استلموا في الجماعة في بغداد وتوقف هذا الموضوع، نريد نعرف اليوم من حضرتك أنه هذا الموضوع وين صار؟ يعني الكل يسأل. النقابة دورها توجه كتاب للبلديات في المحافظات وفي بغداد وكل المناطق، والبلدية هي المعنية بتوزيع الأراضي حسب الفرج ودقق المعاملة، يجب أن يكون غير مستفيد سابقاً وعنده فترة إعلامية معينة. أما في بغداد وزعت وجبة واحدة 500 قطعة أرض سكنية في أطراف بغداد. المشكلة في بغداد لا توجد مساحات فارغة، ونعمل الآن مع محافظة بغداد بهذا الشأن. طيب حتى القطع اللي تم توزيعها في النهروان وغيرها من المناطق اللي يعني جدا أسعارها جدا بسيطة، يعني ما استفادوا من عندها الإعلاميين بشيء. يعني ما قلت ليش ما اكو مشكله في بغداد، ماكو مساحات داخل بغداد، يعني نحاول نبحث عن يعني بصراحه اليوم صح يعني اعلاميين بغداد مو مثل المحافظات، يعني نسمع بين الاوساط الاعلاميه نقول المحافظات استفادوا اكثر من اعلاميين بغداد، مع العلم احنا ما نحسدهم، هاي المشكله بغداد ما فيها اراضي، هاي المشكله يعني شو نسوي، ما نحسدهم الان نقول لهم بالعافيه عليهم يستاهلون. طيب يعني حصيلة اللي تم تعيينهم من خريجي كلية الإعلام في حكومة السيد المالكي كانوا 150 خريج، إلى الآن لم يتم تعيين خريجين آخرين، فهل يتظاهر خريج الإعلام أسوته بالخريجين الآخرين للحصول على حقوقه بالتعيين؟ إحنا كتبنا للسيد دكتور عيدر العبادي في وقتها واعتذرت وزارة المالية، وايضا كتبنا في حكومه الدكتور عادل عبد المهدي كتب رسميه، وانا عرضتها حتى على شاشات التلفزيون، وايضا اعتذر مكتب رئيس الوزراء عن الموضوع، ونحاول ان مع حكومه السيد كابل نوجه له كتاب على الاقل يعين قسم من الزملاء في الاقسام العلميه او المكاتب الاعلاميه في. طيب بالنسبه للكتب اللي راح توجهوها للسيد الكاظمي، يعني عندنا خريجين قدامى لغاية الآن هم دي يشتغلون صحيح بالمؤسسات الإعلامية، لكن يعني ما ضامنين حقوقهم الضمان الاجتماعي بالتعيين على الملاك الدائم، شلون يعني راح يكون موازنة بين هذول وهذول شلون؟ هاي قضية حكومية، النقابة ما عندها سلطة أن تعين أصغر موظف في أي وزارة. لا أستاذ، يعني أنا قصدت بكلامي أنه طالبون بتعيين، يعني يسوون موازنة بين الخريج القديم والخريج الجديد، يعني والمفروض هذا. هاي قضية تخص الحكومة قاعدة، مو تخصنا إحنا، أي خريج مهندس، يعني مو نقابة المهندسين اللي تعينه، طبيب مو نقابة الأطباء اللي تعينه، فنان مو نقابة الفنانين تعينه، عامل مو نقابة العمال تعينه، وهكذا بالنسبة لبقية النقابات، النقابات غير معنية بالتعيين، الجهات التنفيذية هي المعنية بالتعيين، يعني النقابة فقط تدافع عن حقوق أعضائها. عاد هو هذا التعيين مو من ضمن حقوقنا؟ كيف؟ التعيين مو من ضمن حقوق الأعضاء؟ طبعاً حقوق أي مواطن، بس أقول لك الجهة الوحيدة هي المفروض وزارة التخطيط. يعني أنا كخريج إعلام ما عندي وزارة ألتجئ لها، عندي نقابة أروح لها. لا لا لا، اسمحي أولاً في كل دول العالم وزارة التخطيط توجد وتضع خطة للقبول والتعيين في الوزارات، وكان في العراق معمول به. بعد 2003 صار التعيين مباشر، التعيين مباشر ما معني النقابة، لا نقابة المهندسين تعين المهندسين، ولا نقابة الأطباء تعين نقابة الأطباء، ولا حتى كل نقابة ما ممكن ليس لديها أي صلاحية، يعني اتحاد الأدباء يستطيع أن يعين خريج كلية الآداب، أو نقيب الفنان يستطيع أن يعين في الدولة خريج أساتذية الفنون الجميلة، لا، يعني من المستحيل، وكذلك أطباء ومهندسين ومزارعين وكليات زراعة، هذه المفروض الدولة تضع خطة لاستيعاب هؤلاء، لأنها لم تضع خطة بفتح الكليات، فتحت كليات وأصبح أعداد المتخرجين عالية، لكن الآن الدولة يجب أن تلتفت بهؤلاء الشباب، لأن هذول يبنون مستقبل، من القطاع الخاص ضعيف في العراق، ما قطاع خاص، لذلك على الدولة وعلى الوزارات على الأقل خريجي كلية الإعلام تستوعبهم
في المكاتب الإعلامية للوزارة. نعم. طيب يعني أستاذ مؤيد، يعني عندكم إحصائية بعدد المنتسبين للنقابة، يعني كم عددهم من خريجين الإعلام وكم عددهم من خريجين أو يعني ما لهم علاقة بكلية الإعلام من المنتسبين؟ الأغلبية من خريجي كلية الإعلام. إحصائية يعني إيش قد بالمية؟ مثل ما قلت حضرتك أنا في السيارة الآن يعني. نعم. طيب بالنسبة لبعض مطالب، كانت من بعض مطالب خريجي الإعلام هي احتساب مخصصات إعلامية لكل من يعمل في مجال الإعلام. من المخصصات يعني نطيب. طيب يعني اليوم اللي يجي ينتمي للنقابة من ينطي المخصصات؟ الدولة؟ إيه لعد هو زين، أوكي الدولة تنطيها، لكن منو اللي نتمنى من الدولة تعطي مخصصات إعلامية؟ طيب اليوم المنتسب إلى أو العضو في نقابة الصحفيين لكن هو مو موظف دولة لكن قضى حياته بيشتغل بالمؤسسات الإعلامية، اليوم شنو الحقوق اللي توفر لها حسب قانون حماية الصحفيين النقابة؟ اللي يشتغل قطاع خاص يعني يشتغل بالإعلام كذا فترة، إذا تجاوز فترة التقاعد ولم يشتغل في دائرة هناك صندوق تقاعد الصحفيين اللي تشرف عليه وزارة الثقافة ونقابة الصحفيين فيها عضو، أو إذا اشتغل يعني عمل في مؤسسة رسمية تحسب إلى كل السنوات السابقة الصحفية لغرض العلاوة والترفية وغيرها. نعم أستاذ مؤيد، يعني بالنسبة لمجموعة كبيرة من الإعلاميين يتعرضون للانتهاكات سواء من مؤسساتهم الإعلامية أو في يعني في ميدان العمل أو خارج ميدان العمل، اليوم نقابة الصحفيين شنو دورها تجاه هؤلاء الإعلاميين حتى تحصل لهم حقوقهم؟ هنالك الكثير من يتعرضون إلى قطع الراتب وغيرها من الأمور اللي تعرفوها حضراتكم. مثل ما شفت تعاملنا ويا الموضوع مباشرة ويا رسائل المؤسسات الإعلامية وتواصلنا وياهم وإن شاء الله تحل الأزمة الاقتصادية في هذه المؤسسات. نعم. في سؤال أخير، ضمن مطالب المتظاهرين أو الخريجين هي استحداث مادة التربية الإعلامية أو هيك شيء، أكو إمكانية أنه تكون في المدارس هاي المادة؟ نعم هاي صحيح، هاي كلش مهم وإحنا أكدنا عليها من سنوات، طالبنا وزارة التعليم العالي والتربية بهذا الموضوع ونتمنى راح نجدد مطالبتنا، نتمنى على وزارة التعليم العالي ووزارة التربية أن يضعوا هذه المادة، فعلا هاي مادة في غاية الأهمية. نعم أستاذ مؤيد، طبعا لضيق وقتك نشكرك شكر جزيل على تواجدك ويانا، شكرا جزيلا أستاذ مؤيد. نعم مشاهدينا، إذا يعني كانت أبرز مطالب زملائنا ومطالبنا ومطالب الخريجين الجدد هي مطالب مشروعة، لكن الكلام ما يبشر بخير، إنه النقابة تقول إحنا التعيينات مو شغلنا وإيجاد فرص عمل للخريجين هم مو شغلنا. زين أنت كخريج إعلام اليوم ما عندك وزارة تروح لها، أكو وزارة الثقافة والإعلام لكن اللي بارز بها أكثر شيء الثقافة، لكن الإعلام ما نعرف شنو دوره هنا بالموضوع. فكانت مطالبات الخريجين والإعلاميين بالتعيين هي الأبرز والأكثر ظهورا على الساحة الآن، لكن يعني مدى نشوف اكو تحرك جدي تجاه هذا الموضوع، حتى الشباب اللي تم اصدار قرار بتعيينهم من تجي تبحث عن الموضوع يقول لك هو اصلا ماكو موازنه، اصلا ماكو تخصيص مالي، مجرد هو خبر وكتاب انتشر انه الخريجين واصحاب الشهادات العليا راح يتعينون، لكن التطبيق وين؟ حتى اللي تعينوا قبل فتره لكن تعينوا لحد الان بدون رواتب، اللي عقود الكهرباء وغيرها من العقود بدون رواتب. نعم ويانا اتصال. نعم. الو. الو نعم ست نور. يا اهلا وسهلا، من ويانا؟ الله يحفظكم، انا الاعلامي استاذ علي. يا اهلا وسهلا بك. ست نور، هذا الملف اللي طارحيه الان ملف مهم وحساس وخطر جدا. لكن اسال، كان نقيب الصحفيين يتحدث بلغه صحفيه كالمعتاد بعيده عن لغه الارقام ولغه الحقائق. كثير من الاعلاميين الان، بعض من الاعلاميين الان بداوا يتجهون الى احتجاجات وتظاهرات
من اجل المطالبه بحقوقهم على مستوى التمثيل في مؤسسات الدوله. قبل قليل يقول نقيب الصحفيين ان ليس لنا على مستوى المؤسسات الاعلاميه في العراق ضغط صدقني أو علي او شيء منحهم. علي لو ما وقتي ضيق وعندي برنامج كان بديتني مع زملائي بالساحه الاعلاميه كلياتنا مضرره بفتح المجال للاعلاميين، وبالتالي الان الاعلاميين يطالبون بحقوقهم في مؤسسات الدوله. انا اعتبر هذا كاعلامي هذا خلل كبير جدا، لان المؤسسات الاعلاميه الان تكنور اذا اللي موجوده هي ربما الجهه الراعيه والحاضنه لكل خريجين الاعلام، بالتالي اذا نقابه الصحفيين لا تجعل على مستوى الان حتى الان يجاوبني، الان اكو مؤسسه اعلاميه اذاعه او تلفزيون ما عندها اشتراك بنقابه الصحفيين، ما تدفع نسبه بنقابه الصحفيين، ما يحق لها العمل اذا ما تشترك عنهم، وبالتالي يستطيع من خلال قوانين رادعه ان يتحرك على مستوى الدوله وهي مرتبطه برئاسه الوزراء نقابه الصحفيين ان تتحرك الى هذه المؤسسات الاعلاميه، انه على الاقل نسبه 40% او 50% من العاملين في المؤسسات الاعلاميه ان يكونون هم جزء من خريجين الاعلام. الان احنا غالبيه العاملين هم ليس اختصاص اعلام في المؤسسات الاعلاميه ستنور. نعم، لهذا احنا بدنا نطرح هاي المواضيع، لهذا احنا بدنا نتكلم بداخلنا قصه. يعني هل من المعقول انه يتعين مثلا مهندس في مجال اخر؟ يعني هو هذا الناس اللي طالع لاجله هذا اليوم. نعم سيد النقيب قال انه نقابه الصحفيين ونقابه الفنانين تختلف عن باقي النقابات، ان الطالبين باصوات الاعلاميين. احنا اذا ما اكو اكثر من محطه واكثر من شخصيه مثل جنابج ان الطالب بحقوق الاعلاميين الان يفتشون بطرقات، هل يعقل في دوله رصينه مثل العراق الدولة التي كانت هي على مستوى القراءة ومستوى الكتابة رقم واحد على مستوى الشرق الأوسط، الآن إعلاميها وصحفيها وكتابها يفترشون الطرقات، يعتصمون أمام أبواب المنطقة الخضراء يطالبون أن تكون لهم فرصة عمل، هل يعقل هذا؟ يعني إحنا الآن نتحدث عن إعلام، هذا الإعلام لربما هو الجهة التي ممكن أن تحقق الحوار مع المواطنين، أن تحقق الثقافة، أن ترفع منسوب الوعي، أن تقود رأي عام، أحمد. أن تصنع رأي. ما أنت ما تشوفين الآن بعض المؤسسات للأسف الإعلامية خطابها هابط، ليش؟ نعم. لأن الكفاءات والنخب الإعلامية بعيدة عن الساحة. أنت الآن من تستوعب إعلاميين وكتاب على مستوى الصحافة ترفع من دائقة الوعي، تقود رأي عام، باكر عقبة تقدر تأثر بالمجتمعين. الآن الجهل اللي موجود عندنا على منصات التواصل الاجتماعي هو سبب عدم قيادة الصحفيين لهذه المنصات، عدم أن يكون لدينا على مستوى الإعلام واجهات إعلامية مؤثرة في الرأي العام العراقي. هذا الكلام صحيح لو لا تنور صحيح داخل ياجبي. نعم صحيح، تتفق وياي أنه شخصياتنا الإعلامية ما حد مبرزها، هم اللي دي يتعبون على نفسهم، هم اللي دي يبرزون نفسهم. اليوم لقب إعلامي من تروح به لبقية الدول تلاقي المهابة والاحترام، لكن في بلدك ماكو أي احترام للإعلامي، والسبب مؤسساتنا، مؤسساتنا اللي نعمل بيها ونقابتنا أيضا اللي ما خلت للقب الإعلامي خصوصية. فعلا كلامك صحيح يا ست نور، احنا الان نحتاج الى صناعه راي، صناعه محتوى. عندنا الان اني من عندي كم هائل من الاعلاميين المتميزين، المفروض هي النقابه نفسها الان المسؤوله عن هذا الموضوع هي التي تدعو. انت تعرفين في غالبيه المؤتمرات والمهرجانات التي تقام اكو اشخاص معينين هم اللي يتم دعوتهم، يعني اكو سياق المهنه حتى اكو شخصا حتى كاريزما على مستوى اداره الحوار تكرم كافضل اعلاميه وافضل صحفيه او افضل صحفي. هذه هي القامه الكبرى اللي موجوده لا يسلط عليهم الاضواء، هذا خلل كبير اولا على مستوى الحكومه وخلل على مستوى النقابه الصحفيه الصحفيين المعنيه بهذا القضيه ست نور. انا اسف للاطاله جدا بس هو الحديث كبير جدا عن يعني الحمله اللي مسويها الشباب الاعلاميين الان المعتصمين في الشوارع. لا بالعكس نورتنا اخ علي وشكرا جزيلا لاتصالك. ذكر يعني اكيد زميلنا علي انه هناك تمييز حتى في موضوع التكريمات والاستذكارات وحتى الدعوات للمؤتمرات وحتى في موضوع الإفادات وغيرها من الامتيازات اللي تقدمها نقابة الصحفيين لبعض من زملائنا، ويبقى القسم الآخر يأخذ وضع المتفرج وكأنه هو مو بخانة الإعلاميين، وكأنه هو لا مشتغل ولا تعبان على نفسه ولا أحد يعرفه، وهذا السبب عدم المتابعة. والسبب الآخر الواسطات
والعلاقات يعني المتداخلة ما بين البعض فيما بينهم، يعني هل لازم على قولتها نتخشخش حتى نكون بيناتكم؟ ويانا اتصال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، من ويانا؟ أخذت نور زميلتنا. اهلا وسهلا، من ويانا؟ نشكرك يا يعني خصصتي لنا حلقه من برنامج اخوتك. لا، هذا واجبنا، حقوقنا وحقوقكم، هذه يعني من حقنا انه نطالب. الله يسلمك. انا كنت اتمنى انه يكون باقي موجود معاكم الاستاذ مهيد الدامي على مود يسمعنا ايضا، بس ان شاء الله هو راح يسمعنا. نعم، تفضل. ست نور، انت يعني مو بعيدة عن الموضوع، يعني انت زميلتنا وكل الزملاء اللي يعملون معك الان في القناة والفضائيات الاخرى مو بعيدين عن نفس المعاناة احنا. بس انا ما بسميتها يعني تبدين نبدين من هوية النقابة لو منين تبدين برايك؟ كيفك؟ حكينا عن الهوية، حكينا بغير موضوع. لا، ماكو مشكلة بالهوية، يجوز بعض الزملاء ما يدرون بيها او لا. ايش تقصد يعني؟ انت علم يعني اذا انت سنتين او ثلاثه اذا ما مجدد الهويه، ترى الحين 30 مجددين الهويه ياخذون مال ذيك السنين اللي ما مجددتها. صحيح، وانا صارت وياي مجددين بها، صارت وياي وقدمت طلب يعني تخفيض المبلغ. يعني احنا شنو هم نقدم؟ لازم نتوسل مثلا؟ غير حقنا هذا احنا. انا والاجراءات الروتينيه وصعد وانزل وروح وتعال وجيب مال ذيك السنين. ليش؟ يعني انا في هوية النقابة انا ما مجددة، صار لي 4 سنوات 5. ليش اروح انا اعطي هسه مال 5 سنوات ويا هاي السنة؟ ليش يعني انا غير اجدد؟ ثانيا، في نظام النقابة انه الشخص اولا ما يطلع للهوية عضو مشارك، بعد سنة من التجديد يصعد الى صفة عضو عامل. العفو، اذا عضو شو اسمه اخرى بعدين لازم تجدد الهوية وبعدين تسوي تجديد صفة. عندك علم هسه الشخص اذا مثلا صار له 5 سنوات او 2 3 ماكو اي تغيير بالصفه لحد الان، متوقف تغيير الصفه، ليش؟ شنو السبب؟ انا اتمنى انه يكون باقي وياكم عشان سيد مهيد اللامع، بدي اعرف شنو السبب انه انت لحد الان موقف معاملات الاف الصحفيين ما غير صفاتهم. لا عاد ايش يشتغلون؟ الموظفين هناك شنو شغلهم؟ شنو السبب؟ ليش يسوون؟ يعني هاي تفرق مثلا بالتجديد؟ يعني هذا التجديد مال العضو المشارك اللي يعني انا يصير انا صار لي من 2008 بالوسط الاعلامي لحد الان، انا يصير اجي هسه ويا اللي اجى البارحه مع احترامات الباقين ويا اللي اجى اليوم؟ فعلا يصير؟ فعلا والله كلامك صح. يصير؟ ليش يعني موقف معاملات تغيير الصفه؟ هاي وحده من المشاكل المهمه. قطع الاراضي اللي طانا اياها بالنهروان حي الوحده 500 اسم طلع والباقيين ماكو لحد الان، اللي ترى الحين تجدين تجدينها ب 2010 تقصد؟ اللي اي مواطن يجي يشتريها في منطقه ما بيها اي ابسط الخدمات. اي بس قسم استلمها قال لك يلا احسن من ماكو. احسن من ماكو؟ اي يقول لك احسن من ماكو، احسن ما مثلنا طلعنا. باقي زملائنا في المحافظات الاخرى ما اريد نحسدهم، باقي المحافظات في اثقل المناطق حتى اسعارها. ابي اقول لك ماكو قيعان، ما عندنا بغداد ما بيها قيعان يقولون. يعني وصلت الصحفيين والاعلاميين ما بيها، بس للنواب وللمسؤولين والوزراء اكو تتوفر، بس للتعبان ودا يشتغل واحنا خاصه ترى احنا بوجه المدفع، خاصه الاعلاميين بوجه المدفع، احنا يعني مهنتنا خطره وهذا كله من يصير علينا اي مكروه نروح وننسي. والوكالات وغيرها لم ولا واحد من السياسيين يعرف بالشارع. احنا لازم هذا الجهد يقدرونه، ولازم يكون لنا كلمه. احنا سلطه رابعه بس بالاسم. احنا بس بالاسم سلطه رابعه، يعني سلطه رابعه بس بالاسم. انا اتفق وياك. انا اليوم اكو قرار استثنائي من حظر التجوال، انا اقف بالسيطره ساعه، اجتهادات شخصيه من بعض السيطرات. بالضبط، هذا يعني دا يصير وفعلا. وين السلطه الرابعه اللي انا بيها؟ وينها؟ فعلا. يعني حتى في السيطرات مخلين انقلاب الاعلام بالسيطرات مخلين طريق المرور المستثنين، طبعا الصحه والقوات الامنيه
واحنا ايضا من المستثنين، لكن احنا المفروض حالنا حال العالم، ولا كانه عندنا شغل ولا كانه عندنا وقت مستعجلين. التأمين ممر خاص للاطباء هو تأمين بعارضه تمام، بس يعني من يجي يبرز هويته يفتحوا له العارضه ويفوت، بس احنا يعني المفروض حالنا حال العالم، لان حتى اذا تاخرت على شغلك مو مشكله. لو مو طبيب اسعاف بالممر العادي هاي بعد بتقلتها اجتهادات شخصيه. والكثير من المشاكل والكثير والكثير، عسى على هذه التظاهره اليوم تكون بادره خير وتفتح لباقي الازمات ان شاء الله. ان شاء الله اللي تواجه الصحفيين والاعلاميين. شكرا لكم. شكرا جزيلا لك ونورتنا باتصالك. اذا باقي لنا وقت، يعني اذا كان موضوعنا اليوم عن يعني انطينا شويه وقت لنفسنا انه نطالب بحقوقنا احنا الاعلاميين وايضا زملائنا خريجين الاعلام الجدد، ويعني هناك من 2019 وصعودا يعني 2020 بعدهم يعني عندهم امتحانات وما يعتبرون من الخريجين، لكن ايضا نزلوا مع زملائهم الخريجين يعني يقول لك احنا نفس الشيء حالنا حال اللي تخرجوا قبلنا، فهم لازم من هسه نطالب بحقوقنا عسى ولعل انه يعني ما نظل ننتظر نقعد بالبيت وننتظر. نعم نعم. ايضا كان موضوع الهويات واصدارها، والان متوقفه موضوع تجديد الصفه، يعني عادي ترى اكو ناس لها 15 سنه هي عضو مشاركي لحد الان، مثلا من يريد يروح يجدد هويته مطالب انه يجدد الهويه ويدفع رسوم، ويجدد الصفه هم يدفع رسوم، فاقول لك خليني عضو مشارك هي نفس الشيء، حتى اذا صرت عضو عامل وغيرها من الصفات، يعني مثلا شنو راح استفاد، شنو الامتيازات اللي راح احصلها حالي اذا ما عندي علاقات وكلش متقربه من النقابه، ما راح احصل شيء. نرجو ان يعني كفينا وفينا ببعض ما يجول في خواطرنا نحن الاعلاميين، والباقي على المسؤولين، وان شاء الله شبابنا بساحات التظاهر ما يقصرون، واحنا وياكم همينا ما نقصر. شكرا جزيلا لحسن المتابعه والى اللقاء.